طيب لكن مش هخش في مهاترات عشان احمد رفعت مايت بقاله الله يرحمه مش هتصدق يوم سبعة والله العظيم من كتر الايام مش فاكر. ده 3 أيام ما يصحش، من يوم ده السبت، ما يصحش. 4 أيام. ما التحقيقات هي اللي تشوف، مش كل واحد يطلع يرمي بلاء. لا خلاص خلصنا، طيب ما حدش هيرد خالص. اسمح لي أسألك يا اتفضل كابتن، يا كابتن نادر. اتفضل. أحمد رفعت نفسه في لقاء تلفزيوني قبل وفاته الله يرحمه اتكلم على 2 من المسؤولين، ولما حضرتك ظهرت في لقاء تلفزيوني الكلام كان في اتجاه النائب أحمد دياب. مين الشخص التاني وليه ما تمش ذكر اسمه؟ لأن الكل يا بيسأل. فندم انا قلت، والله انا اتفضل. قلت، ماشي. واخو احمد قال يا فندم لما تكون متاكد من حاجه 100% غير ما تكونش متاكد من حاجه 100%، حرام. يعني ما بشكل ينفعش مباشر تصدق. أحمد ما أعلنش ليكم عن الشخص لا التاني. كانت العمليه فيج، عارف يعني ايه فيج؟ يعني مش مفهومه مين. مفهوم مفهوم. فانا النهارده هل انا اقدر 1% حتى لو عارف بنسبه ان هو 60%، انا لن استطيع الا لو كانت 100%، لان ده بني ادم عنده عيال وعنده ست. يا جماعه ارتقوا مفهوم. ارتقوا ارتقوا، ما ترموش لا ارتقوا. عارف انا اسف ان انا بقول لحضرتك كده، واسف ان لا، الحوار بقى انت دخل في تقصدني حتت. انا ان انا ارتقي؟ لا 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 يا امال راجل طيب، انت يا راجل امال طيب. ايه؟ بس طيب انت طبعا ارتقوا، يعني اتفضل. الصوت يبقى كويس، الاسلوب مفهوم. يبقى كويس. ده احنا بنتكلم في واحد توفاه الله ودخل خلاص، احنا رحنا للتحيات تاني، مش عايز اعيد كلامي تاني، مفهوم. خلاص بس كفايه. هي القضيه قضيه راي عام دلوقتي يا كابتن نادر، وانت عارف الكلام الحمد ده كويس، لله وده الحمد كان امر لله مهم عشان الحمد حق لله. احمد وعايز اقول رفعت. لك حاجه، رفعت كان عايزها تبقى راي عام، هو كان عايز كده. والحمد لله ده ربنا تاني، ربنا بس كده. طيب. ومحدش هيرمي على حد تهم جزافا تاني. لو مش متاكد انا 100% مش هطلع اقول لك ولا ارمي جزافا زي كابتن عبد الظاهر ولا نادر ولا حسن. يا جماعه طيب، عايز يا اخد جماعه، منك تعليق يا كابتن نادر، بالتحديد فيما يتعلق بتصريحات الدكتور وليد دعبس رئيس. لا 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 مش لا حابب لا مش تعلق، هدخل في حاجات كده خالص. مش لا كل حابب تعلق، الاحترام لك والتقدير مطلق لاي الحرية كائن بكل حي تأكيد. موجود متعامل في هذه القضيه. انا بحترم الناس كلها. تاني، الورق اللي راح وبيتحقق فيه هو ده اللي هيقول مين فين الساعه كام، وكامل احترامي لكل بني ادم تعامل مع احمد رفعت. بس كده، ده كل ده انا طيب، فيما يخصك برضو من خلال الاستاذ محمد رشوان، ومش هطول برضو. عليك، لا معلش معلش، لا برضو فرصه تبقى معايا بص، في توضح حاجه بعض اسمها الامور. شامل ولا اسمها حاجه كده جامع كامل، يعني اتفضل. انا هي قلت انا مش معلش، هدخل في خلي صدرك التفاصيل رحب قوي. شويه عشان الامور توضح للمشاهدين، الناس كلها انا مش يا القضيه دي فندم، بتشغلها جدا. لا الامور واضحه للناس كلها. انا عارف انا عارف، بس برضو زياده في الايضاح يعني. استاذ محمد رشوان، سالته انت بتتكلم او بتتهم، او مش عايز اقول تتهم، المسؤوليه تقع على مين وبنسبه كام؟ فنادر شوقي قال ان المسؤوليه تقع عليه بنسبه 40%. هل ليك تعليق؟ يا فندم تاني وتالت ورابع، المسؤوليه بغض النظر بغض اخر، خلي بالك اصل هنقعد نرمي كده. انا تاني الحته بتاعت القضاء هي اللي تتحول، اللجنه هي اللي تقول انا 40 انا 20 انا صفر انا 100 وات ايفر هتطلع تقول. ساعتها الواحد يطلع يتكلم ويقول، مش قدام الناس، قدام الناس دي لو هم عندهم حاجه على نادر، تعالى يا نادر نتكلم، اتفضل. مفهوم. ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. حضرتك شايفني غلطان، اهلا وسهلا. حضرتك شايفني تمام، سيبني خلاص. الموضوع ما فيهوش يمين وشمال، ده واحد مات. طيب، هو مين اللي وعد احمد رفعت بان هو يخلص له مشكله التجنيد يا كابتن نادر؟ لان هو كان اتقال انه كان في بص يا وعد. امير، اتفضل امير اتفضل بعد اذنك، اتفضل. انا دخلت عشان حاجه معينه اوكي، صح؟ لك مطلق وبعدين الحريه في انك تعلق ولا لا، انا وخلاص. بسالك لا خلاص، بعد مش ما حابب. بعد ما مفيش اي مشكله. تاني بعد ما الحوار دخل في منطقه القانون واللجان سكتنا خلاص. تمام الناس شافت وناس عرفت وما فيهاش بقى